باهي أصدقائي، تكلمنا الفيديو السابق على الـ ID والـ Class وشفنا الفرق ما بيناتهم وشفنا الاستخدامات متاعهم، وراو شوف بعديك كي باش تتعمق في بناء المشاريع وكل شيء لازمك تقوم باستخدام الـ ID والـ Class لأنه مهمين جدا جدا. باهي، تو باش نرجعو نحكيو على الـ Property الآخرين، زين نتعرفوا على مجموعة من الـ Property الآخرين. الـ Property باش تعرفوا عليهم تو اللي هم الـ Property اللي يتعاملوا مع النصوص، اللي يتعاملوا مع النصوص. أنا هاني باش نخلي بلوك واحد كيما هكا، وبيجي لهنا نكتب H1 مثلا باش نخلي نتعامل مع النصوص. انا فهمنا شنو معناها ID وكلاس، لكن فقط تو باش نوريكم كيفاش نتعاملوا مع النصوص. نجمو نستعملوا ID والكلاس، ولا نجمو نستعملوا نكتبوا اسم التاج هذاك. باهي، H1 كيما تشوفوا رولود البيج، انا H1 عنا تو H1 طبق عليهم الباك جراوند. وشفنا علاش طبق عليهم الباك جراوند، لان من هنا كاتبين H1 و H1 باش تطبق على اي H1 موجود في الكود نتاعنا لهنا HTML. باهي، بتشوفوا مجموعة من البروبرتي اللي تعاملوا مع التكست. الباك جراوند كيف تتعامل مع التكست، طبعا يعني كما تشوفوا قدامكم عندها باك جراوند نتاعها من التالي. كيف الكالر، كيف تتعامل مع التكست، وشفنا كيف الكالر وكيفاش تتعامل مع التكست. بتشوفوا تو وحدات اخرين، كما اول حاجة كما الفونت سايز. الفونت سايز من اسمها باين انه نجم نعطيه نكبره في الكبر نتاع الخط، مثلا 10 بيكسل 20 بيكسل مثلا كما هكا. ردود البيج كما تشوفوا التكست يا صغار، اوكي نجم تعمل انسبكتي اليمنت من هنا، وتنجم تكبر في الخط وتصغر كما تحب انت. كما تشوفوا قدامكم نصغر ونكبر، هذيك هي خاصيه الفونت سايز، بروبرتي الفونت سايز خاصه بالتكبير والتصغير. باهي، فما كيف الفونت فاميلي. الفونت فاميلي نختار نوع الكتابه نتاع الخطوط نتاعنا، نعمل ردود البيج كما تشوفوا نوع الكتابه هذيك. بالله سامحوني لحظة ونعاود نرجع لكم، عفوا على القطع أصدقائي. باهي، وصلنا الفونت فاميلي. كيما تشوفوا الفونت فاميلي أن نجم نغيروا الشكل نتاع التكست. الفونت فاميلي نتاع التكست نجم تغير من هنا، وشوفوا مع بعضنا كيفاش يتم التغيير. أوكي، شوف كيفاش قاعد نغير في التكست. كيما تشوفوا قدامكم فما مجموعة من الأنواع، وتنجم حتى تعمل امبورت من جوجل أي نوع نتاع خط، وتنجم تحطه لهنا في الفونت فاميلي. وطبعا لازمك تعمل نسخ للينك نتاعو، فما لينك يجيبوه معاهم كل شيء، تعمل نسخ اللينك هذاك اللي تبع الخط هذاك. اوكي، هذا بالنسبه للفونت فاميلي. باهي، فما كيف بروبرتي اخرين كيما خلينا نقوم بحذفه هذايا، كيما التكست اللاين. تكست اللاين شو معناها تكست اللاين؟ انه باش تحدد الموقع نتاعك التكست هذاك. فما ليفت، هو باي ديفولت يكون ليفت، نعمل ردود البيج باي ديفولت يكون الغديكة. اجا خلينا نغيره من هنا، تنجم تعمل سنتر. سنتر، شوفوا سنتر وين يجي التكست، يجي في الوسط. طبعا باش يتحركوا هذوما الزوز، خاطر احنا قاعدين نعملوا في ستايل على H1، مادام الزوز H1 هذاك باش تغيروا الباراجراف ما تحطش في الوسط، لانه نشتغلوا تو على H1، هاي مكتوبه هنا H1، واضح. فما الرايت كما تشوفوا قدامكم، هذو هما التكست لاين. باهي، خلي نوريكم البروبرتي من هنا، نعود نفسر من هنا، ما نقعدش نرجع للفي اس كود. باهي، فما كيف تكست ديكوريشن. ديكوريشن شوفوا كيفاش يتغير التكست. شوفوا قدامكم مثلا تنجم تعمل الخط كيف هذاك تغطي التكست. فما العديد من الانواع، فما سوليد، هما اصلا فما التكست اوفر لاين مثلا كيما هكا، فما اندر لاين يجي خط تحته كيما هكا. اوكي، هذوما التكست ديكوريشن. كيف زاد فما التكست ديكوريشن ستايل، هذاك تبع هذيك نحكيو عليهم. ترانسفورم هذه من اسمها باين انه باش يغير لنا التكست هذاك. شوف يغده لك الكل كابيتالايز، شوف كيفاش يغير، يولي الحروف اللولانيه نتاع الاسامي وكل شيء كتنحي كابيتالايز، شوف كيفاش تولي، واضح. ابر كيس هذه يحولها الاسامي كليك الحروف كبيره. اوكي، فما اللور كيس كيما هكا بالضبط. كابيتالايز هي اول اي اسم، اي حرف من بعد سبيس كيما الحرف الاولاني هذا اتش وبي هذا كيفاش يغيرهم. كيف ويلكم والدبليو هذه تاع الويلكم، والتي تاع الدبليو، وينو بابا الدبليو تاع وينو بابا، هذيك كيفاش يعملها كابيتالايز. اوكي، وفما النان هذه اللي هي باي ديفولت نان، هذه واضح نان هذه عباره ما فماش ترانسفورم، ما عمل حد شيء. اوكي، يقول القائل هي مازالت لهنا مال كابيتال ولا هنا كيف كابيتال، لانه احنا في الهاش تي ام ال اصلا كاتبينها كابيتال. اوكي، هاي قدامكم هنا اللي مكتوبه كابيتال. به هذا بالنسبه للتكست ترانسفورم. فما كيف تكست شادو، فما تكست شادو لانه تنجم
تنجم تكتب يعني تعرف عليهم انت وحدك، يعني مش شغل نفسرهم انا الكل، لانه العديد والعديد. شوفوا مع بعضنا التكست شادو مثلا، تعطيه الشادو كيفاش باش يكون من ليفت ومن رايت من فوق ومن لوتا، وتعطيه الكالر مثلا شنو هو، تغير شوفوا الشادو، تشوف فيه شادو، هو الشادو هو الظل من تالي، الظل اللي يجي على التكست من تالي، واضح؟ هذا هو الشادو. او كان تحب تو نزيد نكبر فيه شويه، شوفوا قدامكم ريتو هانو يتحرك الشادو كيف كيف، هذايا من التوب، هذايا من التوب، شوف قدامكم هذه ليفت وهذه توب. اوكي تنجم تزيد واحده اخرى مثلا على الرايت مثلا 20 بيكسل، طبعا ما عادش باش تولي تتشاف هكاك على خاطر باش نحركوا فيها اكثر واكثر. باهي هذا بالنسبه للتكست شادو. شنو هو اخر تكست اوفر فلو؟ فما الكليب، اصلا هذا مش باش تشوف فيهم حتى اختلاف. تكست اوفر فلو، تكست اوفر فلو، الكالر شفناها الكالر، وكما قلنا الكالر هذا ما التكست اللاين، فما العديد والعديد. شوف قدامك في ناخذ انا، فما الديكوريشن هذا ما كنا نشوف فيهم، ديكوريشن لاين، ديكوريشن ستايل، هذوما كيف كيف. زاد تنجم تتعرف عليهم الكل وحدك انت، معناها تجي تكتب من هنا تتعرف عليهم الكل، لكن انا قاعد نفسر لك فقط المهمين ونقوم بالاستخدامات نتاعهم. الكورسر هذا ما تنحكيو عليهم من بعد، الكورسر هذا مع الماوس نشتغلوا بهم، اللي كيفاش تتحكم في الكورسر نتاع الماوس، شوفوا الاشكال اللي قدامكم هذا الكل. اوكي ما عليك الا كان تضغط، عجبتك اي واحد تضغط عليها كما هاك وتعمل لها النسخ نتاعها، وبعديك تحطها في وسط الستايل نتاعك. اوكي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونتقابلوا الفيديو القادم. يلا إلى اللقاء.